ما معنى التجسد في الإيمان المسيحي؟ التجسد في الإيمان المسيحي ليس معناها التحول، بمعنى أن الله لم يتحول إلى إنسان. فعندما نقول أن الله تحول إنسان إلى إنسان، بمعنى كده أن صفات الله وجوهر الله، الله تغير في صفاته وتغير في جوهره، وصار من كونه إلها إلى أنه صار إنسانا. هذا ليس هو الإيمان المسيحي عن التجسد. لكن التجسد في الإيمان المسيحي هو أن الكلمة ابن الله الأزلي الذي هو في حضن الآب، الموجود مع الآب منذ الأزل، ارتضى أن يأخذ طبيعة بشرية بجانب طبيعته اللاهوتية ويدخل بها إلى هذا العالم لكي ما يكون نائبا عن البشر في خلاص الإنسان. لأجل هذا يقول الرسول يوحنا: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. هذا هو التجسد في الإيمان المسيحي.